إيهاب مطر وتحدي 15 سؤال جاهز. نعم. كيف قريت زيارة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان؟ وبرأيك هل ستمهد هذه الزيارة إلى عودة قريبة للحياة السياسية، خصوصا أن كانت هالزيارة لافتة بالشكل بالمضمون وحتى باللقاءات؟ نعم، أكيد هذه الزيارة كانت متوقعة من خلال وفاء الرئيس سعد الحريري لهالقضية، وأكيد للرئيس رفيق الحريري، وشفنا أنه كان في حضور كتير كبير ب 14 شباط، فهيدا كمان دلالة على مدى شعبية الرئيس سعد الحريري. أكيد نحن بنتمنى أنه يكون في إيجابيات من خلال هالزيارة، ونتمنى أنه نشوف أنه العمل السياسي بالبلد يرجع ينتظم بوجود الرئيس سعد الحريري. حضرتك زرت ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن ثم التقيت بالرئيس سعد الحريري، بدي تحطني شوي بجو هالزيارة، كيف كانت هذه الزيارة؟ كانت زيارة ممتازة، كانت زيارة أولية تعرفية، أنا ما في معرفة سابقة مع الرئيس سعد الحريري، فكانت ممتازة. حكينا بكتير أمور إلى علاقة بالبلد، حكينا بكتير أمور إلى علاقة بالرؤية المستقبلية للبلد، وحكينا بكتير أمور نحن منحسها أنه هي ضرورية لحتى يعني يتم النقاش فيها، فأنا بوصفها بزيارة أولية ممتازة. هل ممكن يبنى على هذه الزيارة ربما تحالفات بالمستقبل؟ يعني القاسم المشترك كتير كبير بالخط السياسي وبالنهج السياسي وحتى بالفكر الإداري وبالنهج يعني الاعتدال، فأكيد في إمكانية لحتى يصير في تعاون إذا كانت الظروف تسمح وإذا كان هذا بيخدم البلد. لو قرر الرئيس الحريري العودة إلى الحياة السياسية والترشح للانتخابات النيابية المقبلة، هل رح يكون لإيهاب مطر مكان بالمجلس النيابي على غرار ما حصل بالانتخابات الماضية؟ طبعا الناس هي اللي بتقول كلمتها. أنا اللي عم بعمله أني عم كون صادق مع حالي، عم كون صادق مع الناس، عم حاول أدي المهمة بأتم وجه ضمن إمكانياتي أكيد، وبالآخر يعني أكيد الظروف بتلعب دور، بس أنا بتمنى أنه يكون في تعاون لمصلحة البلد، وأكيد المساحة بتسيح الجميع على أمل أنه يكون كل شخص عنده النية أنه يترشح وأنه يفوت على الندوة البرلمانية يكون على قد الحمل ويكون يملك الكفاءة والنية الصافية والحس الوطني لحتى يخدم الناس وبالآخر يخدم البلد. تندم أنك ترشحت على الانتخابات؟ أكيد لا. ليش؟ حاسس انه انا اللي عم بعمله هو يعني هيدي خدمة للناس وخدمة للوطن. اكيد الانجازات يمكن مش كتير كبيرة على صعيد سياسي وحتى يمكن على صعيد المائي، بس نحن بنعرف اليوم انه في بلد مكربج على كل الاصعدة، بنبلش بعدم انتخاب رئيس للجمهورية بحكومة تصريف اعمال، وحتى بهال يعني اذا بدك المجلس النيابي الهجين يلي هو كان نتيجة القانون الطائفي. فكنت أنا بتمنى لو كانت النتيجة للناس أحسن، بس أنا عم بعمل كل طاقتي وأنا شايف أنه بعد في إمكانية لحتى نعمل أكثر. أهم شيء أنه يكون في ثبات، وأهم شيء أنه يصير في انتظام للعمل السياسي. أنت جاي من عائلة متواضعة وعشت حياة بسيطة مثل كتير من الشباب اللبناني، كيف قدرت تعمل هالثروة؟ هلا أكيد أول شيء توفيق من رب العالمين، تاني شيء مسابرة. كان في تخطيط وكان في تنفيذ للمخطط، بالآخر بالعلم وبالجهد وبالمسابرة وبالمجازفة كمان وبالصبر قادر أنك توصل للي بدك إياه. أكيد يلي ساعد أنه أنا كنت ببلد في عدالة اجتماعية، بلد الاغتراب يلي بتعطيك حقك إذا عندك إمكانيات وإذا عندك طاقات قادر أنك تنجز، فهيدا كمان ساعد. وبتصور حسن النية. أنت اليوم رجل أعمال مغترب مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، ليش دخلت عالم السياسة ولوين بدك توصل، وخصوصا أنك دخلت هذا العالم بوقت حساس جدا؟ نعم، بكل أمانة أنا حسيت أنه الوقت مناسب ليصير في دم جديد بالمجلس النيابي والحياة السياسية بالبلد، وكنت عم شوف الناس عم تقول انه عم تطالب بالتغيير، عم تقول كلهم يعني كلهم، فحسيت انه في واجب وطني علي كمواطن لبناني قادر
اني انا اكون موجود بلبنان، قادر اني انا ارجع من الغربه على كل الاصعده، واول شيء على الصعيد استقرار المالي، لانه بالاخر اذا ما في استقرار مالي للعائله معناتها اكيد ما في امكانيه لحتى تكون عم تخدم غيرك، بدك تخدم اهلك وتخدم يعني اهل بيتك لحتى تقدر تخدم الناس. فلما في استقرار مالي، لما انا حسيت انه انا قادر اني اكون عم اعطي يعني شيء لو 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 اضافه بسيطه للعمل السياسي باداره مختلفه، واكيد كنا عم نراقب ببلاد الاغتراب كيف عم بيكون النهج بالتعاطي بين الافرقاء السياسيين، وعم نشوف قدام عيوننا انه في فشل، في فشل ممنهج، في فشل يمكن غير مقصود، في اهمال، ولكن كانت النتيجه هي فشل لكل البلد. فقلنا اكيد انه اذا النتيجه هيك، اكيد اذا بصير في حسن اداره، اكيد اذا بصير في صدق مع الناس، اكيد اذا بصير في نيه حسنه باتجاه العمل السياسي والوطني، الا ما يكون في نتيجه ايجابيه. فهو الدافع الاساسي هو خدمه الناس وخدمه الوطن. هل بيقدر رجل سياسي يتابع شؤون بلده ومدينته وهو اكثر وقته موجود خارج لبنان؟ ما بعرف، لانه هيدا الشيء ما بينطبق علي. انا اكثر وقتي موجود بقلب لبنان، فانا موجود بين الناس كل يوم، وانا بتابع اموري بدقه وبتابع اموري بتفاصيلها الصغيره. انا بين الناس اكيد في حاجه لحتى يكون في تواصل مع الخارج، وهيدا كمان لخدمه الناس ولخدمه القضيه، ولكن انا موجود بلبنان، عائلتي مقيمة بلبنان، ولادي بيروحوا على مدارس بلبنان، فأنا بعتبر حالي أنه أنا عم أدي واجباتي مثل ما لازم، عم أصدق الناس اللي هي أعطتني ثقتها، وعم أصدق أساساً حالي. إذا بدي أعمل جردة حساب اليوم بعد سنتين على دخولك الندوة البرلمانية، شو قدر إيهاب مطر يقدم بهالسنتين؟ أكيد على صعيد التشريع نحن اليوم كلنا بنعرف أنه في عندك فشل أساساً لكل مؤسسات الدولة للأسف بغياب رئيس الجمهورية، ما في جلسات تشريعية مثل ما لازم، في عدة قوانين تم اقتراحها للمجلس، وفي بعض القوانين يلي مشيت، وفي بعض القوانين يلي هلأ محطوطة على الجدول. أكيد بما يخص انتخاب رئيس الجمهورية عم قوم أنا بواجباتي يلي أنا بآمن فيها واللي أنا بقتنع فيها اتجاه يعني لبنان، عم سمي الشخص اللي أنا بلاقيه هو الأنسب. بما يخص الالتزام بالعمل البرلماني، عم بحضر كل الجلسات، ماني عم عطل يعني الجلسات ولا حتى عم عطل أي يعني مؤسسة دستورية. بما يخص يعني أكيد الإنماء، في عنا عدة أمور نحن عم نقوم فيها بمدينة طرابلس. نحن في عنا جمعية وفي عنا مؤسسة إنمائية وفي عدة مشاريع على عدة قطاعات عم بتقوم بعدة أمور، وفي أكيد من خلال تأمين فرص العمل اللي نحن عم ندلنا عم نطوره وعم ندلنا عم نساعد فيه. في عنا مشاريع بما يخص قطاع التعليم، في عنا مشاريع بما يخص قطاع الصحي، في عنا مشاريع بما يخص القطاع التربوي والقطاع الرياضي والقطاع الاجتماعي، يعني في عدة أمور. ولكن أكيد نحن بحاجة لحتى يصير في انتظام للحياة السياسية بانتخاب رئيس الجمهورية لحتى تقدر تقوم بنتائج أكثر وإنجازات أكثر على صعيد السياسي. برأيك مين عم بيعطل عدم انتظام العودة إلى المؤسسات بالبلد؟ أكيد يلي ما بيناسبه أنه يكون في دولة قوية، يلي ما بيناسبه أنه يكون في انتظام. يعني نحن عم نشوف أنه الأحزاب اللي هي عم تفقد النصاب بكل جلسة انتخاب، هدول الأحزاب اللي هن ما بيناسبهم أن يكون في رئيس الجمهورية، هدول الأحزاب اللي إذا ما كان رئيس الجمهورية على كيفهم كان جاي بأجندة مسبقة كان متفق عليه ما حيمشوا بغيره. هل تقصد أي حزب الله وحركة أمل؟ أكيد حزب الله حركة أمل، حتى التيار العوني كمان اللي بمعظم الجلسات كان عم بيساهم بإفقاد النصاب، يعني الصورة واضحة عند الجميع. إيهاب، أنت اليوم نائب عن مدينة طرابلس، شو قدرت تقدم لهالمدينة؟ وهذه المدينة، وأسف على هالتعبير، هي الأفقر على البحر الأبيض المتوسط رغم كل الغنى التي تمتلكه. هلأ نحن اللي منقوم فيه على صعيد المدينة، برجع بقول أنه أكيد الإنماء، نحن في عنا مؤسسة وفي عنا خطط إنمائية عم نقوم فيها، والناس بطرابلس بتعرف أنه في عدة نشاطات مجموعة إيهاب مطر للتنمية بتقوم فيها بصورة دورية. أكيد في عنا عدة مشاريع بعد جاهزة لحتى نكون عم ننفذها، ولكن بس ناطرين حد أدنى من الاستقرار، أول شيء السياسي وتاني شيء المالي والنقدي. ففي عدة أمور
صارت جاهزة تقريبا للتنفيذ. كل يوم عم نعمل مشاريع أكثر من اليوم اللي قبله، ولكن البلد بحاجة لكتير، الفشل كتير كبير، طرابلس مدينة كتير كبيرة وفيها في إهمال كتير كبير لها، فلو شو ما عملت صعب أنك تقدر تعمل أي فرق كتير كبير إذا كان خارج نطاق الدولة. فنحن اللي لازم نعمله واللي مدلع عم نعمله عطول انه عم نرجع نصوب البوصلة بالمكان الصحيح، عم نرجع نفعل دور الدولة ونفعل دور الحكومات انه تلعب دورها الاساسي وتنصف المدينة وتعطيها حقها. إيهاب مطر، انت على الصعيد الشخصي اليوم وكنا عم نتحدث منذ قليل، حضرتك رجل اعمال، نعم، ويعني تملك من المال وتملك من السلطة، اليوم قديش عم تقدر توظف يعني هالأمور مجتمعة لخدمة طرابلس وخدمة مدينة طرابلس؟ مش عم بحكي على بس فقط مساعدات لعائلات، عم بحكي ربما على مشاريع تقدر توظف عالم، ممكن إعادة أحياء. نعم. يعني عم نشوف نحن قديش أساسا طرابلس غنية كما ذكرت. نعم، في عدة مشاريع اليوم عم تبحث بصورة كتير جدية بالمدينة مع الجهات المعنية، وهدول المشاريع بأمنوا فرص عمل لميات من الأشخاص. ونحن اليوم أساسا في كمان ميات من الأشخاص اللي هن مستفيدين بالمباشر من خلال وظائف من خلال مجموعتنا الكبيرة اللي بتضم جمعية واللي بتضم يعني المؤسسة واللي بتضم مجموعة إيهاب مطر للتنمية. يعني فاليوم تلقائيا في مئات الأشخاص اللي هن مستفيدين من خلال الوظائف، ولكن بعد في مشاريع حيوية عم تندرس، واليوم هي صارت تقريبا بالمراحل الأخيرة، بس ناطرين يعني الانتهاء من يعني الدراسات لحتى يتم التنفيذ. وأنا بوعد للطرابلسيين إنه في شيء على الطريق كتير حلو للمدينة بصراحة. مين ألحق الأذى بطرابلس وأهلها أكثر، الرئيس نجيب ميقاتي أم النائب فيصل قرامي؟ ولا أقصد الأذى بالمعنى السلبي، الأذى يعني اثنين عم نشوف الرئيس ميقاتي اليوم ما عم بيزور حتى طرابلس، ما عم يفتح مشروع إنمائي بطرابلس، وهذا طلب من الطرابلسيين رغم كل ما يملك. نعم أكيد، ما بدنا نفوت بال يعني بالاتهامات هون. المدينة مرق عليها شخصيات كتيرة ومرق عليها ناس عندها إمكانيات مادية كتيرة، وفي عدة محاولات صارت لخلق بعد الجو الإيجابي بالمدينة، وبنسمع على طول إنه في نوع من التهميش للمدينة، شيء داخلي وشيء خارجي وشيء مقصود وشيء غير مقصود وشيء ممنهج. أنا برأيي بدل ما نكون عم نشوف مين يلي ضر المدينة أكثر، خلينا نشوف كيف قادرين نحن نكون عم نساعد المدينة بكل الإمكانيات المتاحة اليوم على الصعيد السياسي على الصعيد الاقتصادي. المدينة في عندها يعني حضور كتير كبير حتى بالاقتراب اللي عنده إمكانيات مادية كتير كبيرة، خلينا نكون عم نستثمر بصورة إيجابية لنشيل هالمدينة من الواقع اللي هي فيه، والناس هي بتحاكم يلي ضر المدينة. المعروف على أهالي طرابلس إنه يا أبيض يا أسود، ليش اليوم منشوف مواقف إيهاب مطر رمادية بالسياسة وكأنك ماشي الحيط على الحيط تماما كما يفعل الرئيس ميقات؟ لا اكيد ما في شيء، ما في رماديه ابدا بكل المواقف اللي انا باخذها، بالعكس انا بعتبر انه الموقف اللي انا عم باخذه هو موقف واضح جدا ولكن منسجم جدا مع قناعاتي، انه بالاخر ببلد فيها التنوع على كل الاصعده بلبنان ما فيك تكون عم تكسر حدا وما فيك تكون عم تعمل جبهات نحن بغينا عنها. فما في رماديه في وضوح تام، ولكن هيدا الخيار هو يمكن او هيدا الطريق هو يمكن الطريق يلي بيسهل تفعيل دور الدولة ككل، وبيسهل انه يصير في اتفاق لحتى البلد يمشي. شفنا لما بيصير في متاريس ولما بيصير في جبهات ضد جبهة البلد بيتكربج والبلد بيتعطل. فواضح جدا بخياري، بس خياري هو الاعتدال والوفاق الى حد ما، اكيد من دون ما اتخلى عن مبادئي اللي هي مع الدولة القوية، مع السلاح الشرعي، مع وحدة الصف، مع مصلحة البلد، مع السيادة. في كتير من الافرقاء السياسيين عم بيطالبوا نفس المطالب وربما عندهم نفس القناعات، ولكن صوتهم اعلى من إيهاب مطر، ليش؟ مش بقصة صوت أعلى أو صوت أوطى، بقصة أنه أنت تحكي الكلمة المناسبة بالمكان المناسب. بالآخر أكيد بأي فرصة
لازم كون عم أقول فيها رأيي، عم أقوله بكل وضوح وبكل صوت عالي وبكل شجاعة، وما عندي أي تردد إني أقول اللي أنا بآمن فيه وين ما كنت وقدام مين مكان وبأي مناسبة. بتقول دايما إنك نائب تغييري مستقل، مع أنه ما منشوفك لا مع نواب التغيير ولا مع المستقلين ولا حتى مع يلي طلعت بأصواتهم أي الجماعة الإسلامية بحسب قولهم، ليش؟ أول شيء أكيد كان في حلف انتخابي مع الجماعة الإسلامية، وكان في مشاركة باللائحة، ما كان في أي نوع من الاستغلال، وما حدا بيطلع بأصوات حدا تاني. قانون الانتخاب بيفرض عليك أنك أنت تكون عم تشكل لائحة، وطبعا أي معركة انتخابية بدك تخوضها كمان تربح، ما بدك تخوضها كمان تكون عم تسجل موقف. فكان في مصلحة مشتركة انتخابية، ولكن بكل صدق وبكل شفافية أنه يكون في حلف، والحلف ثابت أنه كان مع الجماعة الإسلامية اللي أنا أكيد بدلهم كل الاحترام وكل المودة، ولكن نحن أكيد في خلاف بيناتنا، في اختلاف ما في خلاف. بما يخص المستقلين طبعا ما فيك تكون مستقل وتكون ضمن مجموعة مستقلين، لأنه بصير تكتل فتفقد صفة الاستقلالية. التغييريين أنا قلت أكثر من مرة أنه في بعض الأمور يلي هن بيقوموا فيها واللي هن ماشيين عليها يلي لا تنطبق مع نهجي التغييري. النهج التغييري اللي أنا بأمن فيه هو نهج تغييري بالأداء، نهج تغييري بالإدارة، نهج تغييري بالتعاطي بين المواطن والمسؤول، ولكن مش نهج تغييري بالمبادئ والسلوكيات اللي نحن ربينا عليها واللي نحن عايشين فيها. فمشان هيك رغم هالسنتين اللي مرقوا بالعمل البرلماني ما قدرت لاقي حالي انه قادر انسجم بصورة كتير كبيرة مع اي كتلة او حتى مع مجموعة نواب يكون في عنا قاسم مشترك. فانا محافظ على استقلاليتي اكيد، بالرغم انه هيدي بتعطيني مساحة لحتى اتواصل مع الجميع ولحتى احكي مع الجميع، بتبنى الرأي اللي أنا بلاقيه مناسب أكثر للبلد بغض النظر مين الجهة اللي طرحته، وأكيد أنا بطرح كمان بعض الأمور اللي أنا بلاقيها مناسبة وبقدر سوق لها مع كل الفرقاء، لأنه ما في فيتو لا مني على حدا ولا من حدا علي. فكرة التغيير بعد أنا ملتزم أنه التغيير هو لازم يكون بالنهج، واللي أنا ماشي فيه اليوم هيدا بيتطابق مع الكلام اللي أنا بحكيه والصفة اللي أنا بقولها أنه هي تغييرية، ولكن مش تغييري أنه بغير هوية لبنان، أو مش تغييري أنه بغير هوية المنطقة، أو مش تغييري أنه بكون عم روج لبعض السلوكيات وبعض الأمور اللي هي ما بتشبهنا. هول اللي بتختلف معهم مع تكتل قوى التغيير؟ هول اللي بختلف معهم على فكرة ما هي التغيير. أكيد كلمة تغيير منا حكر على حدا، ولا هي بتوصف حدا بصورة خاصة. كانت اللائحة اسمها التغيير الحقيقي بطرابلس لحتى يصير في تمييز بين التغيير وبين التغيير الحقيقي. مع إيهاب مطر اليوم صار في تغيير حقيقي؟ أكيد أكيد. وهذا السؤال يمكن تسأله لأولاد طرابلس، لأهل طرابلس، وهني بيقولوا لك أنه أكيد في هوى مختلف بالشأن العام، أكيد في نهج مختلف بالعمل السياسي بالمدينة. برجع بقول لك يمكن الإنجازات مرتبطة بانتظام العمل السياسي بالبلد ومرتبطة بعدة أمور، ولكن اليوم بالمدينة، اليوم بطرابلس، نحن بنسمع كتير ناس، طبعا ما فيك تكون عم ترضي كل العالم، بس نحن بنسمع كتير ناس بتقول أنه في نهج مختلف عن السابق مع احترامنا للكل. هل بتعتبر انه زيارة النائب جبران باسيل الى طرابلس ويلي علقت كان هدفها احداث شرخ داخل الشارع الطرابلسي تحديدا، وشفنا نحن زيارته الاخيرة وما حدث، وحضرتك كنت مرحب بتعليق هذه الزيارة؟ الوزير جبران باسيل ما بيقدر يحدث اي شرخ بالمدينة، لانه اساسا يعني معظم اهل المدينة ما بيريدوا هذه الزيارة. الوزير جبران باسيل مسلف كثير لطرابلس، وإذا بده يفوت على المدينة أهلا وسهلا فيه، بده يفوت على المدينة برضا أولاد المدينة. هيدا ما بصير إلا من خلال تحسين الأداء ومن خلال إبراز حسن نية بتوجهه. أول شيء من خلال خطابه يلي خطاب طائفي متكرر، خطاب عدائي إلى رئاسة الحكومة وإلى الطائفة السنية، وتاني شيء من خلال أدائه العملي اللي هو على الأرض. يعني ما معقول يكون بزيارة
وفي احد الامن اللي معه يكون عم يتعدوا على الناس العزل لمجرد انه عنده الراي ضد الوزير جبران بيسيل وهو ما يحكي شيء. فلحتى يفوت على المدينه ولحتى يكون في له اي حضور بالمدينه واللي هو هيدا مشروع لاي مواطن لبناني لازم يكون عنده القدره انه يروح على اي مدينه بده يكون عم يحترم هيدي المدينه وعم يحترم خصوصياتها وعم يحترم اهلها وعم بفرج يحس النية. بدي سمي لك خمس شخصيات سياسيه بدي توجه لهم لكل واحد فيهم رساله. اليوم ماذا تقول للسيد حسن نصر الله؟ شو الرساله اللي بتوجه له اياها؟ بدي اقول له انه فكر بمصلحه لبنان، فكر بالشعب اللبناني. الرئيس نبيه بري، يعني الله يطول بعمره فقط، الله يطول بعمره. الدكتور سمير جعجع، بدنا شويه واقعيه. النائب سامي الجميل، شد همتك شوي. باي معنى؟ انه الطريق طويل بس في مجال. اللواء اشرف ريفي، اللواء اشرف ريفي بدي اقول له جاعد حساباتك. إيهاب مطر، شكرا لك. شكرا.